يلا تعالي تعالي يلا استنى انا قلت لك الله انا ما بشربش ما بتشربيش ده انت بتبقي قمر وانت شاربه يا بنت انا عايزه اروح تعالي من اروحك تعالي تعالي من هنا من هنا احنا جايين من هنا والله من هنا اسمعي الكلام من هنا تعالي وهتاخدي تاكسي كمان يا الشنطه يا ودي يا تقيل يا سيبيها اللي بنرجع لها يا مغلبني يا انت طالع فين انا بالي طويل وانت انت طالع فين طالع فين هوصلك بيتكم اهو من هنا ده انا بالي قولي معايا بقى ده انا بالي طويل وانت شبح سنفع ايوه شبح سنفع شبح صالح اصلا تيجي نعمل الفيلم بقى يا ودي يا تقيل يا مغلبني ايه ده انت مجنون يا بنت انت بتعمل ايه يا بنت بحبك هو ايه هو اللي جابني هنا هو اللي جابني جوزتها كمان ولا ايه لا 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 خالص انا ما اتجوزتش بالطريقه دي انا اصلا المهروب ما بقاش هنا ايه اللي جابك هنا ده ايه يا اخي الحيوان اللي جواك مش عارف تسيطر عليه؟ مشربها وجايبها هنا عشان تعمل فيها اللي انت عايزه؟ بقول لك ايه اللي جابك هنا؟ انت مش كنت مسافره مع امك؟ ضحكت عليك يا حبيبي، ما انا اتعلمت الكذب منك. طب يلا اطلعي بره. بره ايه؟ انت نسيت نفسك؟ ده بيتي وانت جوزي. انت صدقتي نفسك ولا ايه؟ انت فاكره نفسك متجوزه بجد؟ طب اقول لك حاجه؟ انت طالق. وابنك اللي في بطني. بالليل واشربي ميته. لا بقى ده ابنك غصب عنك. لا مش ابني. انا لما عاوز اخلف عيل ما بجيبهوش في الدره من واحده واتجوزها عرفي. بخلفه قدام الناس كلها والناس كلها تبقى عارفه. وايه تاني يا وقح يا معفن يا مين ده الوقح ومعفن الرحمن؟ انت اتهمرتي ولا ايه؟ تعالي يا بنت الكلب انا هعرفك مقامك. يا معفن يا معفن يلا يا الله لا مش همشي بقول لك يلا بقول لك فاكرة نفسك بني آدمة؟ يلا ارحمك يلا بره ليلى ليلى يا ليلى ليلى انت كمان رايحة فين؟ ليلى خشي جوه بقول لك خشي جوه خدي هنا يا بنت اضربني في بطني لا اضربني في بطني لا اضربني في بطني
ليلى عايز اديني عايزه ابلغ عن جريمه قتل. 8 شارع عمان التجمع الخامس. انا ما قلتلكيش تقتليه. لو كنت سبته كان كلك انت كمان. كفايه بقى يا ليلى كفايه. انا تعبت. انا ما بقتش قادر اعيش. احساسي بالذنب هيموتني. انا كمان. انا كمان عندي احساس بالذنب. بس خدي بالك يا منيره. اللي بيني وبينك اكبر بكتير من ان احنا نقف قدام بعض في يوم من الايام. يا بنتي افهمي. افهمي انا مش ضدك. انا بحاول. انت ايه؟ انت بتغيري مني يا منيره. طول الوقت حاطه نفسك في مقارنه معايا. نفسك تبقي زيي ومش عارفه. اه هي دي الحقيقه. بس على فكره عادي. احنا كتير بنعمل حاجات احنا من جوانا مش عارفين ايه هي. بس تصرفاتنا هي اللي بتدل عليها. ليلى ايه الكلام؟ هي دي الحقيقه. عارفة أنا إيه أكتر حاجة مستغرباها؟ لما أنت شايفاني وحشة قوي كده والسبب في كل حاجة سيئة بتحصل لك ليه واخداني معاكي ومصاحباني؟ مش قادرة أستغنى عنك. مش قادرة. في امور كانت غايبه عننا في المرحله الاولى من القضيه، لكن ان شاء الله هنستدرجها في الاستئناف. قسيمه الجواز كانت هتفرق معانا قوي، على الاقل يعني بالنسبه لنسب الطفل. ايه اللي انا مش فاهم حاجه. معناته ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا امير؟ خير خير ان شاء الله. احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه عشان نجيب لها حكم مخفف. مخفف ايه؟ يا متر انت قلت لي ان البراءه مضمونه. وبالاخص انها كانت في حاله اللي بتدافع عن نفسيه. ايوه بس الامور مش سهله قوي كده. امال يعني كده؟ نسيب البت تموت اللي يبقى امها ماتت وهي بحسرتها واللي البت كمان يمكن تموت واللي سمعتها لسه في الطين وزي الزفت وكل ده ليه؟ اللي عشان ما فيش حاجه بتخلص بسرعه واللي عشان كل حاجه بتاخد وقت وسمعه الناس دي ايه؟ اللي ملهاش اي اعتبار. طب انا عايزك بس تهدى. انت متعصب ليه؟ يا سيدي انا لاني متعصب ولا حاجه. انا كويس اهو. الا اني كل الحكايه عايز اعرف اخره السهريه دي ايه؟ يا متر انا مش قادر اوري وش الناس في البالة الا انا حاسس اني غلطان اني ما سمعتش كلامهم وخلصت عليها من الاول. لا 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 تخلص ايه؟ معقول برضو انت معقول تعمل كده؟ ان شاء الله احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه عشان الحق يبان. يبان؟ يبان بعد ايه يا متر؟ بعد ما خلاص سمعتنا وسيرتنا تبقى بقت في الطين. اسمع يا متر وحياة والديك اللي خليك دغري معايا واللي بلاك لف ودوران وقول لي اخرة السهرية دي ايه دلوقتي؟ خير ان شاء الله. انا عايزك بس تهدى. اطلب لك ليمون؟ يا عم انا لا عايز ليمون ولا عايز حاجه الا اني زهقت خالص. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.